السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة تأتيك العملات. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم هاد الساعات اللي تحصلت عليهم من موقع الإكسبريس، يعني شريتهم بثمن رمزي ماشي ثمن غالي. فأنا دائما كنحاول ناخد شي حاجة اللي تكون الثمن ديالها في المتناول ويكون يعني يقدر أي واحد يشريها. فهاد الساعات فهي يعني الإنسان كيختارها من الإكسبريس وكيشوف يعني قبل ما تاخدها كتشوف الفيدباك، حيت اهم حاجه باش انت تاخد شي حاجه خاصك ضروري تبع الفيدباك، واش الناس وصلتهم ولا ما وصلتهمش. وهذا يعني وكنحاول يعني مثلا قبل ما نحط شي حاجه يعني نشوف على قبل المصداقيه ديالها وكشي، يعني كناخدها انا باش يبان الناس. وفي نفس الوقت فيها يعني ساعات جميله ورائعه ويمكن اي واحد يقتنيها، وهو يعني مطمئن انه هاد الساعات راهي مزيانه وخدامه. ان شاء الله غنشوف كل واحدة على حدة، وكنتمنى انه تعجبكم هاد الساعات. وكما تشاهدون هذه الساعة الاولى، يعني الشكل ديالها بسيط في اللون الاسود وبها هاد النقاط يعني الخضراء، ويعني الشاشة ديالها فهي كبيرة الحجم، وهي ساعة الكترونية. يعني اهم حاجة يعني عجبتني فيها هو البساطة ديالها، يعني ما فيهاش سواق بزاف بالنسبة للناس اللي عزيز عليهم شي حاجة سامبل. فهذه يعني ساعة معتبرة. هذه الساعة الثانية كما تشاهدون فهي كتميز كذلك بالبساطة ديالها، وبأنها كتاخذ اللون الأسود كاملة، والشكل يعني انسيابي وواضح كما تشاهدون. هذه الساعة الثالثة كما تشاهدون فهي كتميز بالأرقام ديالها باللون الأصفر، والمور يعني في اللون الابيض والاحمر، وهي ساعه ميكانيكيه. وحتى يعني الحجم ديالها فهي خفيف بزاف بالنسبه لليد، والشكل ديالها زوين، وحتى الثمن ديالها يعني زوين ومزيان، ماشي غاليه بالنسبه للناس اللي في المغرب وفي الدول العربيه. فغالبا انا كنبحث الشحن المجاني، وكنحاول نبحث على شي حاجه اللي ثمنها رخيص، يعني تقدر الانسان يدير ما كان في يده وهو خدا بواحد الثمن بسيط ماشي شي ثمن غالي. نشوفو ان شاء الله. هذه الساعة الرابعة اللي خديتها من علي اكسبريس، اللون ديالها فضي، الارقام ديالها فما ارقام بساط مكتوبين تم بيلك باحرف فضية، والشكل ديالها زوين، والوزن ديالها ثقيل، وكتبان انها ساعة صحيحة، يعني كتصبر مقارنة مع الاخرين. فهي دي يعني كتبان انها قوية بزاف، ساعة يعني شكل ديالها زوين بالنسبة للناس اللي تعجبهم شي حاجة كلاسيك. في الأخير كنتمنى أنه هذا الفيديو يعني ينال الإعجاب ديالكم، وحنا دائما إن شاء الله كنقلبوا على أي حاجة اللي تكون في متناول جميع المغاربة والعرب بثمن مناسب. وإن شاء الله مازال نقلبوا على بزاف لي برودوي أخرين، وندعوكم في القناة ديالها.